وإليكم أمثلة لطريقة الصلاة عند بعض الستات أو معظم الستات، ويمكن يكون يعني كل الستات، لأنه الست كائن لطيف يعني متعدد الاستخدامات، متعودة تعمل كذا مهمة في نفس الوقت بطريقة الباكج. يعني مثلا تحمي ابنها ومعاها أمها على التليفون والأكل على نار، أو بتذاكر للعيال وتطبق الغسيل وبتتابع برنامج طبخ وتكتب ورا الشيف، أو بتضفر شعر بنتها وبترضع الواد الصغير وبتتفرج على المسلسل. فدي صورة طبيعية عادية للحياة اليومية للستات. فالحقيقة اللي بيحصل إنها ممكن تحط الصلاة في النص من ضمن المهام وهي بتعمل كذا حاجة. فممكن تصلي وفي نص الصلاة تربي الولاد، فتصغر لابنها الصغير كده اللي زغد أخوه الصغير وتعمل له كده، يعني ما معناه استناني ما اخلص، واول ما تسلم هي متابعاهم بعينيها وهي بتصلي، تقوم قلعه اللي في رجليها وحدفاه مثلا، دي صوره. او تشاور للعيال مثلا يطفوا على الرز قبل ما يشيط، ده غير بقى الله اكبر اللي بتلعلع بيها في قلب الصاله. فالعيال او جوزها بقى يبتدوا يسالوها وهي بتصلي، الباب بيخبط نفتح، فترد تقول الله اكبر، طب يعني نفتح النور نقفل النور عايزه ايه ولا نعمل ايه، فبرضه ترد الله أكبر. فلما تخلص بقى يعني تبتدي تكشف عن المعنى اللي في بطن الأم وهي بتصلي، فتقولهم أختكم بتعيط جوه حد خش يشيلها، وهكذا. الأم المعجونة في مهام البيت في وسط العيال، واللي في أحيان كتير بتصلي في قلب المعمعة وفي وسط الدوشة وخناق العيال وصوت التلفزيون، تقوم واخدة اتجاه القبلة في وسط كل ده وتصلي. هل هذه الصلاة ممكن تكون اتحسبت يعني؟ هل ممكن صلاة الأم الغرقانة في قلب المهام اليومية، هل ممكن لا تقبل منها بسبب تشتتها؟ الدماغ المشغولة في قلب الصلاة عند كل الناس، أول ما تاخد اتجاه القبلة وتقول الله أكبر، دماغك تبدأ تستدعي كل الحاجات اللي وراك وكل الشغل اللي عليك وكل الدنيا اللي فاتتك بتفتكرها، وتبقى بتصلي وتقول في نفسك طب هخلص وهقوم اعمل كذا، هخلص واقوم اكلم اختي، هخلص واقوم مش عارفه اعمل ايه كده. طيب ازاي نقدر نصفي الذهن تماما من كل هذه الدوشه اليوميه؟ وازاي الام اللي ولادها صغيرين والدنيا عندها دوشه تقدر يعني تاخد تتجه للقبله وترمي ورا ظهرها كل اللي وراها ده؟ هنسأل فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من أئمة وزارة الأوقاف. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى بفضله وبفيض علمه عدد ما في الشجر من ورق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وخلق الإنسان من ماء دافق، أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق. والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القرشي العربي الذي ما ضل وما مل وما كل وما غل، فهو عادل فاضل لأن الله هاديه وجبريل يكلمه ويناديه. ورضي الله تعالى عن الآل والصحب الكرام وعن ذريته التي اصطفاها الرحمن بإمعان، واشملنا معهم بالرضا والرضوان، واجعلنا ممن أحبهم ملء الوجدان، شرنا في زمرة جدهم العدنان. وبعد، خليني في البداية أقول لك العبادة تحتاج إلى همة ولا تحتاج إلى وقت. وإذا أعطيت الله سبحانه وتعالى كل وقتك أعطاك الله سبحانه وتعالى البركة في بعض وقتك، وإذا أعطيت الله سبحانه وتعالى بعض الوقت نزع الله منك البركة في كل الوقت. الأمر الثاني، اوعي لحضرتك ولا أي مشاهد ولا أنا نسأل الصلاة مقبولة ولا لا. إحنا أهل العلم غاية أمرهم صحة الصلاة وعدم صحتها. جميل. القبول بيد الله سبحانه وتعالى. وأزيدك من الشعر بيتا كما يقولون، إياك في أي عمل، هب أنك وجدت راقصة وأنت تصلين في الحرم بجوارك تحج معك وتعتمر، إياك
وأن تتحدثي حتى وإن كان الحديث حديث نفس. هل هذه مقبولة أو غير مقبولة؟ القبول وعدمه بيد الله سبحانه وتعالى. وحط نصبعين كلمة سيدنا ابن عطاء الله السكندري، عشان بس ما تقوليش ده عاصي وانا طائع. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ورب صاحب ذنب تفوق على صاحب طاعة. فالعبرة يا أختي الكريمة بالخواتيم، والخواتيم لا يملكها إلا الرب الكريم. وكم من أمور بين العباد وبين الله لا يعلم عنها أحد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، فربما تتوسمين في الخير وبيني وبين الله من السوء ما لا تعلمين، وربما تتوسمين في الشر وتقولين عني كلاما يعني كما يقولون لا يقال عن الخمر حتى ما قاله مالك في الخمر، ومع ذلك بيني وبين الله سبحانه وتعالى ما يجب عني وما يدافع عني. ده أمر. الأمر الثاني اللي حضرتك بتكلمي، رحمة الإسلام بالست إن جعل الوقت كله بتاعها جماعة. إن صلت في أول هو ما فرضش عليها الجماعة. خلي بالك من دي قوي، الجمال ما فرضش على المرأة الجماعة. ما فرضش على المرأة تنزل المساجد. ده جعل صلاة المرأة في محراب بيتها خير من الصلاة في المسجد. في أوضة النوم أحسن من الصالة، والصالة أحسن من الجامع. خدي بالك ده من باب التيسير. صحيح. لم يفرض على المرأة صلاة الجمعة. وجعل لها متسعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرأة إذا صلت فرضها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية. نعم، أنا بقول بعضا من الحديث، وحصنت فرجها. نعم، بعضا من الحديث. وبالتالي الإنسان هنا في سعة. طيب خدي بالك إن المرأة وهي تطبخ لزوجها هي تتصدق عليه، وهي تغسل لزوجها هي تتصدق عليه، وهي تطعم أبنائها هي تتصدق عليهم، وهي ترضع أبنائها هي تتصدق عليهم. شوف الجمال. كل ده صدقات شغالة للمرأة. ودايما أنا بحسد كل امرأة في رمضان بالذات لما بنقعد على السفرة كده، شوفي بتاخد أجر إفطار كم صائم. حلو قوي، لأنه حضرتك بالكلام ده جاوبت على السؤال بتاع، انت قلت اذا اعطيت وقتك كله لربنا سبحانه وتعالى، ف طب ما هي حالا بقول ما هي اعطت وقتها كله لله. لأن يا سيدتي يا سيدة، من الذي انجبتني؟ ومن الذي ربتني؟ ومن الذي آوتني؟ ومن الذي حمتني؟ ومن الذي كانت تسير ورائي للمدرسة؟ فإذا وقتها في المطبخ هو لله، وقتها في الحمى العيال هو لله، لله سبحانه وتعالى. لكن العبادة تحتاج إلى إفراغ الذهن. تحتاج بقى لخلو مع ربنا، لخلوة مع ربنا. طب يعني نعدل السؤال، محسوبة ولا مش محسوبة، مقبولة ولا مش مقبولة، نقول هل هي صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ أم مش صحيحة؟ طيب لما نيجي بقى نقول هي ما بتقف تصلي، أصلا في شيطان مخصوص للصلاة مهمته أول ما حضرتك تقولي الله أكبر يجيب لك كل أمور الدنيا قدام عينك. ولذلك سيدنا الإمام أبو حنيفة راح له راجل كده زي حالاتي ضيع منه قرشين، فناسي هو حاططهم فين، يا تحت المرتبة ولا في المكتبة مش عارف، ولا في درج التلاجة مش عارف. فقال له يا إمام قل لي أنا عايز القرشين بتوعي. فقال اذهب وتوضأ وأحسن الوضوء واشرع في صلاة ركعتين بنية طويلة، يعني اقرأ فيهم قراية طويلة. فالراجل راح اتوضأ وأحسن الوضوء وشرع، فقرأ الفاتحة كأروع ما يكون القراءة، ثم بدأ في قراءة طويلة. الشيطان قال له لا احنا كده هنخسر، هو انا شايل عنك الفلوس عشان اشغل بالك تروح في الصلاة؟ الحق، انت حاططهم في الحتة الفلانية. فالراجل من فرحته ساب الصلاة وجري وراح يحكي للإمام أبو حنيفة، قال علمت أن الشيطان ما كان يتركك لتتم الصلاة. ولذلك رحمة ربنا بينا بقى يا ست دعاء قال ايه، خلي بالك شوف الآية جميلة قوي. لما بقرأها بحب ربنا زيادة أكتر ما أنا بحبه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
سيدي أبو بكر الصغير مرة بحفظه، فقلت له فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، فقال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم سهون. قلت له الله أكبر، دخلت الناس كلها جهنم بحرف جر. ليه؟ شل عنه وحط فيه. ولذلك الصحابة قالوا له وأينا لا يسهو في صلاته وأينا لا. طب أنا أقول لك من رحمة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه سهى في صلاته، سهى في صلاته. حصل له سهى لأنه بشر، يعتريه ما يعتري البشر صلى الله على حضرته.